أستضيف المنتدى الثقافي الدكتورة سامي هوير، مديرة قسم الدراسات العربية الأمريكية في جامعة يوفهام. بعنوان من عمال إلى صانعي ثقافة، تاريخ العرب في جنوب، وذلك في الموسم القادم من شهر أيار القادم إن شاء الله نستضيفكم. للمرحوم الشاعر إبراهيم شرارة قول: لو حركت أي صخرة أو حجر من جبل عامل لوجدت تحته شاعرا. من مواسم الشعر وبيادر الجنى، من منبت القصيد ومرتع المعاني، حيث ولد الشاعر وترعرع. مع بنت جبيل، مع جبل عامل، مع الشاعر محمد شرارة. تفضل. يا ليل الشعر تحفنا حتى نلاقيك زحفنا بالمتحف تحفي ما شفتوا انتوا تحفي بمتحفنا. قالوا مشتاق والأشواق حراقة، الله يعين قلوب مشتاقة، بسهر على أخبار ومواعيد ومعاد عندي على الهجر طاقة، وبين السهر والدمع والتنهيد بتنقل من الباب عالطاقة، وبتمرقي وبتطلعي من بعيد، شو بيمنعك شي يوم نتلاقى؟ كنتي وبعدك شاغلي بالي، وين ما بروح مصورة بالي، بالحزن بالأفراح بالأعياد عم تطلعي آخي وموالي. عودي وخلي اللي مضى ينعاد وينقل صور عن حبنا الغالي وعن شهرزاد اللي كانت ببغداد، ومن ألف ليل نجدد ليالي. قلبي لهيب ونار ألحانه، ما عاد يعرف وين عنوانه، ناطر عيونك يفتحوا له الباب ويبوردوا لهبات نيرانه. محروق عالتفاح عالعناب من دم أهل الحب، ألوانه عالمبسم العطري وعلى الجلاب، عخمرك من خمرة الجني عغصنك العاجي ورمانه. عاشق معانيكي وعينيكي، وبغار لو هب الهوى عليكي، مثل الفراش الحايم عوقيد روحي عم ترفرف حواليكي. ولا تفزعي لو كنت عن عينك بعيد، لا تفزعي وين ما بكون بعيد، بضل حبي يشدني ليكي. واليوم
راجع شوفك من جديد، دمك عصدري وغمرك غمرة وغمد عيوني وموت عاديك. شكرا لك.